من بعد إضراب لاعبي فريق رجاء البيضاوي لكرة القدم الحصص التدريبية ليومين متتاليين، اليوم الخميس كيتحداو المكتب المسير للنادي في مواصلة احتجاجاتهم لعدم توصلهم بمستحقاتهم المادية. محمد فخير، مصطفى الشاذلي، عبد الحفيظ عبد الصادق كانوا حاضرين داخل رقعة الميدان بملعب الوزيز في انتظار اللاعبين، وبعد مدة 30 دقيقة بداو كيشعروا بالملل وقرروا يتبادلوا التمريرات على ما يعرفوا شنو وقع داخل المستودع الملابس. وضع كارثي داخل القلعة الخضراء، لاعبي فريق رجاء البيضاوي كيواصلوا احتجاجاتهم اليوم الثالث، وإضافة إلى ذلك مصادر رجوية كتأكد بلي أنهم كيهدوا المكتب المسير لعدم خوض المباراة المقبلة أمام فريق شباب الريف الحسيمي برسم الجولة 28 من منافسات البطولة الوطنية.